أبيع العقار بخسارة لو أنتظر فترة أطول على أمل أنه يرجع يرتفع سعر العقار ويعوضني الخسارة اللي صارت والنزول اللي صار بالسعر؟ هذا السؤال يوميا يوصلني. ناس اللي مشترين بيوتهم بالفترة اللي كانت الأسعار عالية فبروري ومارش 2022، الأسعار كانت أعلى من الأسعار الحالية، انترست ريت نسبة الفائدة ظلت ترتفع على مدى الأشهر الفاتت، فصارت التكلفة مالت هذه البيوت عالية جدا، فدي يسألوني نبيع اليوم ونخسر لو نبقي هذا العقار على أمل أنه راح يرجع يصعد خلال السنة سنتين الجاية ونعوض الخسارة مالتي اللي صارت؟ أشارك وياكم تجربتي الشخصية بنفس هذا السيناريو حتى تعرفون جوابي على هذا السؤال. أنا اشتريت بيت للاستثمار قبل سنة من اليوم بقمة الصعود، أخذت عليه قرض بنسبة فائدة متغيرة. طبعا أكيد قسم من الناس رح يعلقون كان المفروض تأخذ فائدة ثابتة، وخصوصا الناس اللي عايشين بأمريكا. الوضع بكندا مختلف أصدقائي. أول شيء بكندا أكثر الناس كانوا يأخذون فائدة متغيرة بذلك الوقت لعدة أسباب، أهمها أنه الفائدة المتغيرة كانت أقل بكثير من الفائدة الثابتة. النقطة الثانية، القرض اللي بي فائدة متغيرة ينطي مرونة أكثر من ناحية أنه إذا تريد تبيع البيت، وبما أنه أنا ماخذ البيت استثمار فيهمني أنه يكون عندي مرونة أنه أبيع البيت شوكت ما أريد. إضافة لكل هذا، البنك المركزي بذاك الوقت كان يصرح أنه نسبة الفائدة ما راح تصعد الفترة طويلة جدا. المهم ما طولها عليكم، اشتريت هذا البيت. الدفعة الشهرية بذاك الوقت من اشتريته كانت 2000 دولار فقط. أجرت البيت بسعر 2300، الأمور كانت طيبة، دفعة الإيجار تغطي المصاريف وكل شيء تمام. بدأت ترتفع نسبة الفائدة يوميا والبيت بدأ ينزل سعره. المشكلة أنه أنا عندي مستأجر، يعني صعب أبيع البيت لأنه بي مستأجر، وإذا أبيع البيت خلال أقل من سنة لازم أدفع عليه ضريبة، وضريبة الـ HST اللي رجعتها لأنه اشتريت من البلدر هم لازم أرجعها للحكومة. مختصر القصة كان لازم أنتظر سنة، وخلال هذه السنة الدفعة الشهرية مالتي ارتفعت من 2000 دولار بالشهر إلى 4000 دولار بالشهر. المشكلة هاي 4000 دولار بالشهر هي فقط فوائد للبنك وضريبة، وأنا مأجر البيت ب 2300، فهذا الفرق كله بين 2300 و 4000 كله أنا أدفعه من جيبي. المشكلة الأخرى، المستأجر طلع ترك لي فواتير ما مدفوعة، التأمين ارتفع، بالإضافة لكل هذا البيت قيمته انخفضت أيضا. من ظلت ترتفع نسبة الفائدة أسعار البيوت قامت تنزل، فالبيت نزل 90000 دولار قيمته. نفس البيت انباع بأقل من السعر اللي أنا اشتريت به ب 90000 دولار. فحسبت الحسبة، قلت أبيع اليوم بخسارة 90000 دولار، لو أبقي البيت وأدفع عليه 4000 دولار بالشهر يعني تقريبا 50000 دولار بالسنة، وإذا أريد أبقي البيت حتى يرجع السعر اللي أنا اشتريته به قبل سنة لازم يحتاج على الأقل 3 سنوات حتى يصعد بالسنة مثلا 5%، على أمل أنه بعد 3 سنوات بيصعد هاي 90000 دولار الفرق اللي صار بالسعر. بس من أحسب الفوائد أنا خلال 3 سنوات، إذا أنا بالسنة دا أدفع لي 50000 دولار كلها فائدة، حتى لو المستأجر يغطيني من عدم حدود 2300 بالشهر، شلون ما أحسبها أكون أنا خسران 100000 دولار بين فوائد البنك والضرائب والتأمين؟ وخلال هاي 3 سنين لازم أنا أتعامل مع مستأجر، والمستأجر يوم يدفع ويوم ما يدفع، واحتمال يبدي يخابرني على صيانة، بعدين حتى لو بعدين لما أريد أبيع البيت اللي بيه مستأجر أصلاً صعب البيعة مالته، ومن يطلع المستأجر لازم أرجع أصرف على البيت حتى أبيعه. فمن آخذ كل هذه الأشياء بنظر الاعتبار، تذكرت مثل روسي، صديقي روسي كان يقول لي دائما، هو انه اذا صعدت بالقطار الخطأ حاول ان تنزل باول محطة. وعلى هذا الاساس كان قراري انه ابيع البيت واخسر اليوم 90000 دولار الفرق بالسعر، احسن ما انتظر على امل انه راح يصعد البيت واعوض خسارتي. طبعا انا على يقين انه انا لو ابقي البيت فترة اطول هو راح يصعد سعره، لانه التضخم مستمر والارتفاع الاسعار ايضا مستمر، وخصوصا على المدى البعيد. بالتأكيد العقار هو افضل استثمار، وانه مثل هذا البيت كان صار فيه مربح كبير على المدى البعيد. لكن هذه النظرية ما لبقي البيت فترة اطول حتى لو حاليا في خسارة بالسعر، اتبعها هاي النظرية من اكون اني ساكن بالبيت، وايضا اتبع هاي النظرية من يكون البيت مدفوع كامل كاش ما عليه مصاريف للبنك وقرض. لكن اذا البيت مرهون للبنك والبنك يوميا يرفع نسبة الفائدة واني مساكن بالبيت وعندي مستأجر والقانون بكندا ما يحمي المالك والمستأجر يقدر يبقى سنة بالبيت ما اقدر اطلعه، من اخذ كل هذه العوامل مال المخاطرة نظر الاعتبار،
مثل هذا البيت ما يعتبر استثمار جيد، لأنه الصعود اللي راح يصير بسعر البيت خلال فترة السنين اللي أنا مبقيها بي ما راح تعوض الفوائد اللي راح أدفعها للبنك خلال الفترة اللي أنا مبقيها بي. فالخسارة اللي أنا خسرتها هاي 90,000 دولار هذه هي مربح للشخص اللي اشتراه، بالعافية عليه والله يوفقه. هذا دليل على أنه السوق الحالي هو بفرص ممتازة للناس اللي يريدون يشترون بيوت هم نفسهم، الناس المؤهلين اللي عندهم الإمكانية وعندهم الدخل الكافي وعندهم موافقة القرض ممكن يحصلون فرص ممتازة بهذا السوق. أما بالنسبة لي فهو كان مجرد بزنس ديسيجن، يعني قرار استثماري أنا اتخذته واكتشفت أنه مكان صحيح. ومثل ما قال صديقي الروسي، أول ما اكتشفت أنه أنا صاعد بالقطار الخاطئ قررت أنه أنزل بأول محطة.